عندك اي اسئله ليا تانيه؟ لا. بس حد عايز مني حاجه تانيه؟ لا. ممكن امشي؟ ممكن امشي يا زراعه؟ شكرا. احنا ربنا استخدمنا. لان انا مش ماساه والله العظيم، دي مش حلقه والله العظيم، دي ماساه اقسم بالله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. اللي حضراتكم شفتوه في بدايه الفيديو بيبكي ده نادر شوقي. نادر شوقي اللي له قصه مهمه جدا، واللي انسانيته وضميره ما قدرش يسكت على اللي حصل لاحمد رفعت. احمد رفعت اللي صورته امام حضراتكم، اللاعب المصري اللي العالم انقلب علشانه. وفي عجاله بسيطه كده للناس اللي حابه تفهم قصه احمد رفعت من طقطق لسلامه عليكم، في ملخص شديد كده في دقيقه ونص بالكتير، ده يا جماعه لاعب من هداف الدوري المصري، لاعب هداف مصر في كاس العرب، لعب في انديه كتيره جدا يقال منها نادي الزمالك، لعب في نادي فيوتشر، لعب في عده انديه كلها، لكن مشكلته كان عنده التجنيد، الجيش ابتزه بحته التجنيد، الجيش المصري له نادي اسمه طلائع الجيش، طلائع الجيش ده لما بيكون عايز يبتز نادي زي نادي الزمالك مثلا، بيبقى عارف في لاعب مميز داخل نادي الزمالك ما عملش التجنيد الاجباري، فيبتز نادي الزمالك يقول له ايه رايك تبعت لي ثلاث اربع لعيبه من الهدافين بتوعك مقابل النجم اللي عندك ده، اسيبه من غير ما اخده لخدمه التجنيد. نادي الزمالك مثلا يرفض، النادي الاهلي مثلا يرفض، فيروح طلائع الجيش يكلم القوات المسلحه وزاره الدفاع يعملوا استدعاء والقبض على اللاعب ده بتهمه التهرب من التجنيد الاجباري. ده اللي حصل بالظبط للاعب اللي صورته تاني امام حضراتكم، احمد رفعت. كان هدافا، كان حريفا، كان نجما، كان له مستقبل زيه زي محمد صلاح، لكن الشاب ده كان عنده خدمة التجنيد، أخدوه قالوا له تعالى لازم تروح تأدي في نادي في طلائع الجيش، خلوه يجري في قلب الصحراء، حبسوه في السجن الحربي 6 شهور، ضيعوا مستقبله تماما، ادوه إعارة للإمارات وخدوا فلوسه اللي الإمارات دفعتها، عملوا فيه كل البدع، خلوه وهو راجع من الإمارات قبضوا عليه واتحبس 6 شهور زي ما قلت لحضراتكم، نكلوا بيه أيام تنكيل. مين القائمين واللي عملوا فيه كده؟ تاني أحمد دياب، اللي كان واحد من اهم اذرع ومديرين حمله السيسي الانتخابيه في الانتخابات البزرمتيه اللي فاتت. الشخصيه الثانيه مدير نادي طلائع الجيش، وده بيتبع للقوات المسلحه المصريه للجيش المصري العظيم. الشخصيه الثالثه احمد شوبير اللي صورته امام حضراتكم ده، واللي تركي آل الشيخ علشان يديله ساعه كان عايز ياخد من تركي آل الشيخ في 2019 ساعه، تركي آل الشيخ طلب منه انه يهوهو، فهوهو ورا تركي آل الشيخ وقعد يجري وراه في قلب الملعب بفيديو حقير جدا جدا جدا. طيب علاقه ده ايه بالعنوان اللي كاتبه لحضراتكم؟ علاقته انك يا مصري ده لاعب نجم سوبر ستار واتعمل فيه كده، انت كمواطن على قد حالك ما فيش خمسه يعرفوك في حارتك، هيتعمل فيك ايه؟ علشان كده لازم ثوره الكرامه. انا اسف في الجمله اللي هقولها والله حقكم عليا. شفتوا الفيديو اللي عملته من 4 ايام عن الاوكرانيه اللي راحت في قلب مصر وقالت ويك 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 وومن ايجيبت؟ شفتوا؟ حد قدر يحبسها؟ حد قدر يعاقبها؟ خرجت لجان السيسي المستنطعه تتطول علينا احنا برضو كالعاده، لكن هي ما حدش قدر يجي حتى لغايه اللحظه دي، ليه؟ لانها اوكرانيه، وانت عارف الاوكرانيات والروسيات مقربين ازاي بعضا منهم لقيادات الجيش عشان الحاجات اللطيفه الجميله بتاعت الليالي الحمراء دي. حد يقدر يجي ناحيتها؟ لا، علشان كده بنقول لك ثورة الكرامة، للأسف الشديد لأن كرامة المصري امتهنت، لم يعد له كرامة للأسف الشديد بسبب ابن ملكة تاني. طيب نادر شوقي اللي عرضت لحضراتكم الفيديوهات بتاعته في البداية، ده دارس وعارف قصة أحمد رفعت واللي حصل له، بل إنه كان السبب في نقل أحمد رفعت لفيوتشر، لنادي فيوتشر يعني. نادي فيوتشر ده اللي عمله حزب مستقبل وطني اللي متدوره امن الدوله، يعني نادي فيوتشر بتاع امن الدوله بيتخانق مع نادي طلائع الجيش بتاع القوات المسلحه، والاثنين في بعض كده خلوا الشاب ده يا عيني قهروه فمات قهرا. فنادر شوقي اللي شفت الفيديو بتاعه في بدايه الفيديو ده ندمان على اللي حصل، فطلع الراجل يخلي ضميره امام الله عز وجل، يخلي ساحته امام الله تعالى. فعلشان كده بنعيد ونزيد لحضراتكم، هذا النظام لن يرحمكم. عندك اي اسئله ليا تانيه؟ حد عايز مني حاجه تانيه؟ لا. ممكن امشي؟ ممكن امشي يا زراعه؟ شكرا. حد يفك. تخيل لاعب عملوا فيه كده. طب السؤال، هل كان احمد رفعت اول حاله في الحالات اللي حصلت ان كلاعب كره يحصل له كده؟ لا خالص والله. شوف البوست المهم جدا جدا اللي مكتوب امام حضراتكم ده. ضياء بهجت على مسؤوليتي وما يشغلنيش حد غير ربنا، يا ريت الكل يقرا الكلام ده اللي انا هقوله عن معرفه وعن رؤيه، مش مجرد حد حكالي، لا ده انا شايفه بنفسي، مش كلمتين كوبي بيست، دي شهاده امام، دي شهاده حق مني قدام ربنا، والله على ما اقول شهيد.
نادي طلائع الجيش سبب في تدمير نفسية أحمد رفعت الله يرحمه، والنادي دائما لو لاعب مش على هواه انه يروح او وافق انه يلعب في الفريق اقسم بالله بيتحبس وبيتهان. نادي طلائع الجيش بتاع القوات المسلحة حبس احمد رفعت 6 شهور بتهمة التهرب من الجيش، رغم ان شباب كتير جدا في مصر متهربة، بس اتس فاني. وقدام عيني اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كان في لعيبه بتعيط قدام عيني لمدير الكره بطلائع الجيش عشان يكملوا مسيرتهم زي ما هم عايزين، يبقى نجوم سوبر ستار. فمدير طلائع الجيش بتاع القوات المسلحه كان بيرفض. ده مره عمرو جمال لاعب الكره المصري مهاجم فاركو والاهلي السابق كان مسافر يلعب في نادي الصفاقس التونسي، ومسافر تونس من مطار فرنسا. بص الحته دي يا جماعه، مسافر تونس من مطار ايه؟ من مطار فرنسا. اقسم بالله جابوه مترحل من فرنسا، من نادي فرنسا، من مطار تشارلي دي جول في فرنسا، جابوا اللاعب مترحل. جابوه مترحل وبقى يعيط دموع علشان ما يحبسوش، وفي الاخر لعب في طلائع الجيش بعد ما كان راقب في فرنسا، وهيروح يلعب في نادي الصفاقس التونسي من اشهر الانديه الافريقيه زي النادي الاهلي كده عندنا في القاهره او في مصر. قال لك لا، هتلعب في طلائع الجيش اللي ما فيش اتنين بيتفرجوا عليه. وفي الاخر خلوه يلعب في طلائع الجيش. ومره مع ميدو جابر مضى في سيراميكا قبل ما يروح المصري، النادي المصري يعني بكتير. وبعد ما مضى لسيراميكا خارج من التمرين في الدفاع الجوي، يقوم طلائع الجيش بعتين عربيه تويوتا متفيمه تاخد اللاعب، لاعب كره، خدوه وحبسوه لحد ما مضى للعب مع طلائع الجيش. طب ازاي هو مضى عقد مع نادي تاني؟ قال لك يا ابني ولا اي حد يقدر، ده باشا في فيفا وفي قوانين. قال لك ولا اي، احنا الجيش، احنا الجيش. قبل ما يروح مصر. ومحمد رزق بتاع الاهلي والمقاولين، ولا نسيته لما مرضيش يجدد العقد معاكم مع نادي طلائع الجيش؟ يعني اتصلتوا بكل الانديه وكلمتوا محمد عادل ومشرف عام اتحاد الكره ومشرف عام الكره في المقاولين، وقلتوا له اللي هيقيد محمد رزق في قائمته ما يزعلش من اللي هيحصل فيه من الجيش المصري، هنقفل لكم النوادي بتاعتكم، هنخليكم زي محمود الخطيب كده يطلع الكل بيبصق عليه ما يقدرش، هنخليكم زي حسام حسن تطلع مراتك لو انتقدت لنا الحكومه. اوريك بس البلد، اوريك الوضع اللي حضرتك انت عارف ليه يا فندم اللي بيشاهدني، عارف ليه حضرتك عايش في الوضع البزراميت اللي في مصر؟ علشان هذه الحالات، هذه المظلوميه واشد منها مئات المرات، من 11 سنه في موجودين في سجون عبد الفتاح السيسي، الابرياء اللي حضراتكم بتدفعوا الثمن بتاعهم الان، ربعه والنهضه وسموحه واستاد الدفاع وغيرها 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 ومسجد الفتح وغيره وغيره من اللي حصل للشوارع وفتيات مصر وبنات مصر المعتقلات من 11 سنه، حضرتك الان بتدفع فاتوره المظلوميه، المظلوميه اللي بتطول نجوم الكره زي ما طلعت بتوع الفن وبتوع المطربين زي امال ماهر وغيرها من الفنانين العتاوله اللي قاعدين في بيوتهم من زمن. بتشوف حجم الظلم ورقعه الظلم بتتسع ازاي في مصر؟ حطوا لي الكل، حطوا له. هذا هو الانقلاب، لو جاءكم بالورود لا تقبلوه فانه يحرق الاخضر واليابس. ما يزعلش من اللي هيتعمل فيه، وبسببهم محمد رزق اللي كان سوبر ستار مضى عقد درجه ثانيه، ما بقاش حد يشوفه وانتهت مسيرته على كده. وحسام حسن لما كان مدير فني، حسام حسن يعني اللي خلى طلق مراته لبيراميدز، لما كنتوا خدتوا محمد حمدي ومهند لاشين عافيه منه ومشيتوها بتبادل صفقات، ده اللي انا قايله لحضراتكم من شويه، يعني بيبقى في لاعب سوبر ستار النادي طلع الجيش يقول له اللاعب ده ما عملش ورق الجيش، فيكلموا اي نادي بيراميدز او النادي الاهلي او الزمالك يقول له احنا عايزين اللاعب ده علشان ما عملش الجيش، فالنادي يقول له طب ما فيش اي حل، يقول له خلاص ادينا 3 لعيبه من عندك مقابل ان احنا نسيبهولك. وخدت مهند لاشين ومصطفى فتحي لما كنتوا عايزين تبطلوا كره، اقسم بالله كل ده حصل. واحمد رفعت اتحبس واتبهدل واتهان 6 شهور بدون ما كان حد يعرف حاجه زي اللي حصلت مع ميدو وجابر، بس ما لعبش حتى احمد في نادي طلائع الجيش، وده اللي سبب في نفس، ده اللي ادى الى التعب اللي عنده في نفسيته. والعيب مش على شوبير اللي هو كلب تركي آل الشيخ، ولا العيب على احمد دياب، احمد دياب ده مجرد هو وشوبير بياضك صغيره شويه صراصير، صراصير. انما الخلفيه مين؟ نادي طلائع الجيش يابا، القوات المسلحه، القوات المسلحه المصريه. رحمك الله يا احمد ذلك الشاب الذي عاد من الموت ليخبركم بقاتله ثم يعود إلى الموت مرة أخرى. رحم الله أحمد رفعت وأسكره الفردوس الأعلى من الجنة. سلام عليكم.